الأردن عمقنا بالروح القدس والنور. يا من تعمدت في ماء الأردن عمقنا بالروح القدس والنور. إذا تصلب قلبي تعال إلي بعصف من الأناشيد. وإذا أعمت الشهوة عقلي بالوهم والغبار أيها الساهر بالبرق والرعود بالبرق والرعود. يا من تعمدت في ماء الأردن عمدنا بالروح القدس والنار. يا من تعمدت في ماء الأردن عمدنا بالروح القدس والنار. عطاياك لا متناهية ويداي صغيرتان. أسكب فسوف تفنى الأجيال ويبقى في يدي فراغ. يا من تعمدت في ماء الأردن عمدنا بالروح القدس والنار. بهالليلة المباركة ذكرى اعتماد يسوع واعتلان الله الثالوث عم نتذكر معموديتنا. في كتير أولاد أخدين نعمة المعمودية بمجانية هدية من أهلهم، وبالمقابل في كتار خسروا كتير تيحصلوا عليها. الليلة نفتتح مع عيد الغطاس زمن طقس جديد هو زمن الدنح، ومنتأمل بالرسالة مع مربولوس بمفهوم النعمة اللي بتبررنا. أما بإنجيل لوقا بيضويلنا على شخصية المعمدان اللي عرف كيف يمهد سبل الفدا قدام المخلص اللي جاي بتواضع ليتعمد بين إيديه. الخمير بيتخمر لوحده والشجر بينحني لمرور الرب، ونحن بهالمسا قلوبنا رح تنحني ليسوع. الليلة بتفيض البركات بالبيوت والرب بيمرق يتفقد المهم الحاملينا من وقت معموديتنا من سنة لسنة. هيدا هو ابن الحبيب، كلمة كشفت هوية يسوع للمؤمنين، عطت الضوء الأخضر لنبلش نتبع مسيرته. خلونا إخوتي بهالعيد نتذكر أنه عطايا الرب ما بتخلص، وإيدينا كتير صغار، ونلمس حضوره معنا بالقربانة ونقول دايم دايم ويسوع وحده الدايم.
المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. يا ربنا يسوع المسيح، يا من ظهرت في عمادك الإلهي على نهر الأردن وبينت لنا أنك من جوهر طبع الآب والروح القدس، أنر عقولنا وقلوبنا في يوم دنحك العظيم، وقدسنا بحلول روحك، وأهلنا نعيد لك عيد الأنوار، فنمجدك ونشكرك وأباك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. المجد لله 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 في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وعلى الأرض السلام، وعلى الأرض السلام، والرجاء الصالح لبني البشر. لندفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الواحد الذي دوى صوته من السماء وشهد لابنه الحبيب، وإلى الابن الواحد المسجود له الذي أشرق على النهر وقبل العماد من يوحنا السابق، وإلى الروح الواحد القدوس الذي ظهر فوق رأس الابن مشيرا إليه، مرخمور الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد. آمين. بدنحك تفرح الأرض يا ابن الله، وبيوم عمادك تهلل الشعوب والأمم. يا من أشرقت علينا من حضن الأب وقدست لنا المعمودية، يا بيعة الشعوب، أذيعي مجد ابن الله المتأنس الذي اعتمد لأجلك في الأردن، واهتفي له. تباركت أيها المسيح كلمة الله، يا من بإرادتك أخليت ذاتك واتخذت صورة إنسان وأعطيتنا عربون الحياة في مياه العماد، وقدستنا وجعلتنا ورثة ملكوتك. نسألك الآن أيها المسيح العطر هذا البخور، قدسنا بدنحك العظيم، اخلق فينا قلبا جديدا، واجعلنا ابناء جددا لابيك، واسكب الغفران على رعيتك، برخمور ابوك. ونرفع اليك المجد الان والى الابد. يا عطر
أقرع يا ابني جاي تحكيكي. يا عطر ابن ديلك من أعماق الوادي والصدى يشكي لي همي وهم ولادي. يا عطر ابن ديلك من أعماق الوادي والصدى يشكي لي همي وهم ولادي. ويني الطفولة يا أمي مشتاقة للبسمة الخجولة وأيام الصداقة. ويني الطفولة يا أمي مشتاقة للبسمة الخجولة وأيام الصداقة. المسيح كلمة الآب السماوي، يا من صرت إنسانا لأجلنا واعتمدت في نهر الأردن وصرت لنا الطريق والباب، نبلغ بك إلى الآب، اجعل نعمتك ورحمتك علينا واقبل عطورنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد. الذي لا يموت قدس أفكارنا ونقض ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغيها إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. آمين. ما أبهى وجه الفادي ترك اليوم الأموى ضاء ماء العبادي
شعوب واجدي الحمد لابن الله وافرحي يا قلوب بارك اليوم الأموال ربي يا من تقابل قدما خدمة الأبرار يا حنون تقابل واستجبنا كالأبرار فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى تلميذه تيتوس وبارك يا سيد المجد لرب بولس الأنبياء والرسل والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذه الكنيسة المباركة والمصلين معنا فيها إلى الأبد أمين يا إخوتي إن نعمة الله قد ظهرت خلاصاً لجميع الناس وهي تؤدبنا لنحيا في الدهر الحاضر برزانة وبر وتقوى نابذين الكفر والشهوات العالمية منتظرين الرجاء السعيد وظهور مجد إلهنا ومخلصنا العظيم يسوع المسيح الذي بذل نفسه عنا ليفتدينا من كل إثم ويطهرنا لنفسه شعبا خاصا غيورا على الأعمال الصالحة تكلم بهذه الأمور وعظ بها ووبخ بكل سلطان ولا يستهن بك أحد ذكرهم أن يخضعوا للرئاسات والسلاطين ويطيعوهم ويكونوا مستعدين لكل عمل صالح ولا يجدفوا على أحد ويكونوا غير مماحكين حلماء مظهرين كل وداعة لجميع الناس فنحن أيضاً كنا من قبل أغبياء عاقين ضالين مستعبدين لشهوات ولذات شتى سالكين في الشر والحسد ممقوتين مبغضين بعضنا بعض ولكن لما تجلى لطف الله مخلصنا ومحبته للبشر خلصنا لا بأعمال بر عملناها بل وفق رحمته بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الذي أفاضه الله علينا بغزارة بيسوع المسيح مخلصنا فإذا تبررنا بنعمته نصير وارثين وفقا لرجاء الحياة الأبدية والتسبيح لله دائما ملكوت الله ما لم يولد من الماء والروح هللويا أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي السلام لجميعكم ومع ربنا يسوع المسيح في بشارة القديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة فلنصغينا بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا كونوا في السكوت أيها السامعون لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم
فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال لوقا البشير: فيما كان الشعب ينتظر والجميع يتساءلون في قلوبهم عن يوحنا لعله هو المسيح، أجاب يوحنا قائلا لهم أجمعين: أنا أعمدكم بالماء، ويأتي من هو أقوى مني، من لست أهلا أن أحل رباط حذائه، هو يعمدكم بالروح القدس والنار، في يده المزرة ينقي بها بيدره فيجمع القمح في أهرائه، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. وبأقوال أخرى كثيرة كان يوحنا يعظ الشعب ويبشرهم، لكن هيرودس رئيس الربع، وقد كان يوحنا يوبخه من أجل هيرودية امرأة أخيه ومن أجل كل الشرور التي صنعها، زاد على تلك الشرور كلها أنه ألقى يوحنا في السجن. ولما اعتمد الشعب كله اعتمد يسوع أيضا، وكان يصلي انفتحت السماء ونزل عليه الروح القدس في صورة جسدية مثل حمامة، وجاء صوت من السماء يقول: أنت هو ابن الحبيب، بك رضيت. حقا والأمان لجميعكم. دايم دايم، والله يبارك سهركم ويقبل صلاتكم ويبارك عيالكم وبيوتكم المفتوحة بهالليل المبارك. دخلنا بزمن الدنح، هو الزمن اللي ترجي الثاني السنة من بعد زمن الميلاد. تعرفوا انه اول 3 قرون كنا نعيد عيد الميلاد اليوم ب6 كانون الثاني، مثل ما بعدهم اليوم اخوتنا الأرمن الأرثوذكس، الأقباط الأرثوذكس، والحبل الكنيسة الحبشية بعدهم بيعيدوا عيد الميلاد اليوم. نحن من القرن الرابع فصلوا العيد، صار عيد الميلاد عيد ظهور يسوع الطفل، وهلأ بقي العيد عيد الظهور، لأنه كلمة دنح إبيفانية جاية من اليونانية معناتها الظهور، إنه ظهر ربنا على الأرض، كانوا ناطرينه طوال قرون وظهر، وبالتالي أنار عقول الموجودين، أشرق بالدنح بنقول بالسرياني إشراق، أشرق بنوره. من هيك لاحظتوا إنه الشباب اللي محضرين لنا مع أبونا جوني إنه حاطين شموع ضويناها، حتى نقول بالأول إنه هذا العيد عيد الأنوار، عيد النور، وسمعناها حتى بالقراءة إنه المسيح هو نور الحياة، المسيح هو نور البشرية، هو نور العالم، هو النور اللي كانوا منتظرينه لفترة طويلة وإجا وطل. الإنجيل لوقا عم بفرجينا شوي بكلام يمكن قاسي على يوحنا، مع أنه يوحنا كان مبشر كبير، بس عم بفرجينا بكلام قاسي أنه ما بيستحق، أنا ما بستحق أني حلله أنه إشاط سيره وسير حذائه، لحتى يخفف وقتها من وهج اليوحناويين اللي اعتبروا أنه هذا هو الآتي. إيه هو يوحنا عم بيقول لهم لا مش أنا، حاول كتير وكل حياته يدل هو مش أنا، طلعت هون معلوقة بهالأساوي لحتى يدل بالنهاية كمان إنه يوحنا هو السابق، والظهور الفعلي هو إنه ليسوع المسيح. والظهور اليوم أهميته عن عيد الميلاد، أهميته إنه ظهور الثالوث، الابن اللي عم بيعتمد، والحمامي اللي عم يدل على الروح القدس، والآب يصرخ من العلاء: هذا هو ابن الحبيب. يعني العيلة الثالوثية، لذلك هالعيد مهم كتير بالنسبة لنا. بس مع أنه كنيس بتعيد غير معاني، مثلا إذا بتروح على الكنيسة اللاتينية اليوم بيجمعوا 3 أعياد: ظهور للمجوس والعماد
وبذات الوقت بيقولوا انه زف الكنيسه زف شعب الله للعريس السماوي، يعني بيذكروا عيد قانا الجليل، كمان انجيل قانا الجليل. نحن لا، زمننا بلتورجيتنا وتقليدنا الشرقي بيبلش اليوم وبيبلش وبينتهي بعرس قانا الجليل اللي هو بدايه الصوم وبدايه الزمن اللي بنبلش فيه زمن التحضير لعيد القيامة. هذا عيد الاشراق، اشرق سلوس باشخاصه ثلاثه، اشرق نوره بالكون بالسالكين في الظلمة. نسمعنا مربولوس قال فاستناروا، استنار الشعب ابتهج لأنه شاف أنه الخلاص بلش يتحقق، استنار الكون فيه. عيد النور، الانتقال من ظلمة الجهل والقلق إلى نور الإيمان والارتياح للمصير، أنه واحد ما بيكون عايش ومش عارف ليش وليش وكيف ووين رايح، لا، أنه إجا يعطينا نور أنه نحن ماشيين على طريق صحيح ولو في مطبات ولو في مصاعب. السهر حتى كانوا من هيك كانوا يسهروا أبائنا وجدودنا حتى ضياء الفجر يقعدوا يسهروا يقدسوا ويعملوا واجباتهم يرجعوا يروحوا يسهروا ببيت الخوري، هو من عوايدنا أكيد مش عورة اللي بيتكرسوا، يروحوا يسهروا ببيت الخوري وبيوتهم مفتوحة والخوابي مفتوحة ومضواي ومنورة الليل بيمرق يسوع. نحن أكيد إنه اليوم هايدي من العوايد اللي بنحترمها، بس نحن كل يوم عنا بيمرق يسوع، لبل يسوع مستقر عنا، عمانوئيل عيدنيل وعمانوئيل الله معنا في كل حين. بس أكيد في محطات بيبقى الإنسان بحاجة فيها لوقفة قوية يتذكر إنه أكتر. نحن لذلك نحترم العادات اللي ورتونا إياها، وهو عيد الولادة الجديدة، عيد الولادة الجديدة بالمعمودية، معمودية بالماء والروح يلي قال بتحرركم من أعباء الماضي، من جراحاتكم، بتغسلكم، بتغسل القلوب، بس بذات الوقت بتخلي الواحد يسابر على الأعمال الحسنة. مش كل ماضينا مش منيح، مش كل أعمالنا وتاريخنا مش منيح، في عنا أشياء منيحة على القليل بنقول بنسابر. مثل ما سمعنا بالإنجيل قال القمح بيجمعوا بالأهراء، بيحرق بس التبن، نحرق تبناتنا الليلة ونخلي قمحاتنا ونقول بدنا نحافظ عليها ونكبر فيها. هذا عيد التبني، المسيح جعلنا فعلا أبناء لقلوب حياة السلوس. وعيد التطهير الجديد، كانوا يطهروا بالأول نقطة الدم، يعتبروا أنه هيدي بتطهر الإنسان وبتدخله لشعب الله. إجا المسيح إلا أنا أطهركم بالماء والروح بالنار، مش بالشيء المنظور. هذا عيد التطهير عنا، يعني المعمودية عم بتطهرنا من خطايا، بتغسلنا لحتى تخرطنا بختم المسيح الذي لا يبلى ولا يفسد. من هيك بيقولوا المعمد فيه يتنكر لالتزامات معموديته، بس الشيء يقول أنا مش معمد، هذا ختم، هذا ختم، في روح يعمل شيء، في روح يغير دينه بس بيضل مختوم، يعني عم يتنكر له، بقش فيه إنه يقول إنه لا أنا ما لبست المسيح. أنت لبست المسيح بس أنت مسؤول فعلا إنك تضلك محافظ عليه. لذلك نحن بنقول هذا عيد الغطاس، اتغطس يسوع بالماء مثل ما بيتعمدوا كل الراشدين، كل البالغين كانوا يتعمدوا بالتغطيس. نحن منرش أكيد لأنه العلامة رمزية، لذلك بارك الماء، الماء منا سحرية بس باركة جعل رمز للتطهير وللغسيل الثاني. كمان الفكرة الأخيرة كمان على هالعيد، هذا عيد الدايم دايم، وهذا تعبير صحيح، يعني بيجي بمقابل اللي بيقولوا ليلة القدر وليلة الليلة إنه بيمرق يسوع وإنه الليلة تستجاب كل الصلوات. مظبوط، نحن عم نصلي من كل قلبنا الليلة، كلنا مضحيين وكلنا سهرانين ولازم ربنا يسمعنا، وإن شاء الله بيسمعكم كلكم. بس أكيد إنه نحن هذا تخالط لغوي، لأنه عايشين بمجتمعات مختلطة، عندهم ليلة قدر بيعتبروا هذا اليوم خير من ألف شهر، بس نحن لا، نحن عنا يوم العناية، وعلى طول يوم العناية، على طول ربنا هو حاضر معنا، على طول ربنا يستجيب. لذلك إنه كل يوم بيمرق يسوع لعنا، وكل يوم بيستقر فينا، وكل ما بجدد حالي بالقربان بيمرق فينا. فبليلة الدنح عيد الظهور بدنا نرفع قلوبنا لله لحتى نستقبل بالأول ري الأنوار ونغلب الظلم اللي فينا اللي بتسببها أوقات مشاكلنا الإنسانية، بتسببها الخطية اللي فينا، بتسببها فيها نزعاتنا وأهوائنا. اليوم أنتم الذين اللي بيقولوا لنا أنتم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح، لازم نخلع عنا الليلة بكل إيمان،
كل لباس ما بيتماشى مع خلقنا المسيحي. لذلك أبونا جوني والشباب يحضروا لنا قبل ما نرش صلاة نجدد فيها كلنا التزامات معموديتنا، لأنه تعمدنا مثل ما قالت سراء بالمقدمة، تعمدنا لأنه عمدونا، يعني ما تكلفتنا كتير. وإذا حدا انتبه لها قالت إنه في ناس لا دفعوا دم تتعمدوا وتعمدوا كبار، وهي واحدة منهم، هي واحدة منهم تعمدت كبيرة. لذلك بنصلي لها وبنصلي لكل أمثالها وبنصلي لكل المعمدين لحتى نجدد الليلة بإيمان وبوعي الشيء اللي قالوه عنا العرابين وقت كنا صغار. بنصلي لحتى كل واحد منا يخلق جديد مع المسيح، يكون المسيح نور حياته الليلة يجدد هالنية. بنصلي من أجل عائلاتنا، عائلة الثالوث تكون شبيهة لإلها، يعني تكون عائلتنا على صورة عائلة الثالوث، أقانيم متناغمة متميزة، البي يشيل الأم يشيل الأولاد يشيل، بس متناغمين بيجمعهم الحب بيجمعهم المحبة، مش بتفرقهم غير مشاكل. وإذا بتسمحوا يمكن نحن ما بنحكي وطنيات كتير على هالمذبح، بس بنصلي الليلة لأنه إذا فعلا هيك عادتنا بتقول إنه الليلة تستجاب كل الصلوات، بنصلي من أجل وطننا لبنان، لأنه وطننا يعني نحن، وطننا مأزوم بعده عايش حالة انتظار، بعده عم بيعيش بحالة تخلف مخيف ومشين على أكثر من صعيد، يعني بده يتحرر ويحرر قراره المأسور سواء من الخارج أو من الداخل ومطامع، بده نتحرر من هزالة حسابات أفرقاء وارتهاناتهم، كل فريق خايف من التاني، وبقلب الخريف بقلب كل فريق كل شخص خايف من زميله. بس نحن اللي عم ندفع الثمن، بعدنا جاي من بلدان كل عمرنا نعتبرها ما مش على قد بتستحق انه واحد يروح يشوفها، كنت جاي من مديغوريا على غير طريق وعلى غير بلد، هول البلدان اللي كنا نعتبرها ماشي عندها خدمات بيئيه واجتماعيه وصحيه وانسانيه قد ما بدكم، نحن مش شامين ريحتهم، مع انه لا بينقصنا ذكاء ولا بينقصنا افكار ولا بينقصنا تطلعات. وتطلعوا ورا كل برنامج حلو بحي الله بلد بتلاقوا لبناني، بينقصنا ايمان، بينقصنا نآمن انه فعلا نحن اذا يسوع معنا قادرين نتضامن ونعمل بلد احسن من هذيك البلدان مش مثلهم، نرجع فعلا نحسن وطننا. من هيك نحن اذا العويد بتقول هيك بنصلي الليله انا وياكم لحتى ربنا يغطس بالمي اللي بنشربها وبيشربها كل واحد لبناني، لحتى كل مي منتغسل فيها فعلا تكون مقدسة مباركة، لحتى تشرق فيها ومنها أنوار الخلاص، نخلع عنا إنساننا القديم المكربج ونتجدد بالروح القدس، نتجدد بالنعمة، كلنا نشبك إيدينا فعلا مع بعضنا نرجع بلداننا وبلدنا بلد متحضر بل أفضل. مش ناقصنا شيء إذن لحتى نبلش كل واحد بزيته وينقلها لعائلته لضيعته هاي الأفكار يلي هي أفكار زهد، أفكار صلاة، أفكار بإيمان، ونقول له يا رب أنت دايما خليك دايما حاضر معنا، خليك دايما معنا والدايم دايم. رح منبارك الماي، إذا بتريدوا كل واحد يخلي الماي عنده تتبارك وقت الرش، وقبل ما نرش بنقول مع بعضنا الصلاة اللي بيحطوا لنا إياها على التابلو. إلهنا يا من لا يقدر الكروبيم أن يروا وجهه لبهاء نوره، أتى إلى البلاد والعماد وطهر الشعوب بموته، أدعوك استجب دعاءنا يا رب. اللهم يا من رتبت جميع الأسرار العظيمة في جوهر الماء من أجل خلاص البشر، كن مصغيا برحمتك إلى طلباتنا، ولتحل قوة بركتك في هذا العنصر المتنوعة طهارته، لكي تخدم خليقتك أسرارك وتنال قوة النعمة الإلهية على طرد الشياطين والأوجاع، وكل شيء في بيوت المؤمنين وأماكنهم يرش عليه من هذا الماء ينجو من الدنس ويخلص من الأضرار، ولا يصير هنالك مسكن للأرواح المضادة، وتطرد عنه جميع مكامن العدو الخفية، ويطرد برش هذا الماء كل خيال ليلي
يقلق راحة الساكنين هناك، لكي تكون فيه السلامة المطلوبة في دعوات اسمك القدوس، بواسطة ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد الذي يحيا ويملك معك باتحاد الروح إلى أبد الآبدين. آمين. باسم الآب تتطهر. باسم الابن تتنقى. آمين. وباسم الروح تتبارك. آمين. صلاة. أنا وعائلتي وكل ما أملك بين يديك يا إلهي، يا إله الرحمة، لا تحجب نور وجهك، بل اجعل منا أداة لرحمتك. نحن نرسل الشيطان إلى الأبد وكل أعماله وكل مغرياته، ونضع نفوسنا وأرواحنا سادنا تحتنا. من رؤوسنا حتى أسفل قدمينا، ربنا أمنا بمواهب الروح ويعزلنا عن روس على قدسنا
لنتحد بالرب. هللويا هللويا. ثم تعال يا أبا الفقراء أكرمنا بنار حبك. هلم تعال يا أبا الفقراء أضربنا بنار حبك. استجب لنا أيها الرب الإله القدوس السرمدي القادر على كل شيء، وابعث من السماء ملاكك القديس ليصون سكان هذه الرعية وجميع المصلين فيها، ويحفظهم ويحميهم ويفتقدهم ويعضدهم بيسوع المسيح ربنا. له المجد علينا رحمته إلى الأبد. آمين. نؤمن بإله واحد ترجى قيامة الموتى والحياة. كأنه حمامة. منقدم لك يا رب هالحمامة البيضة، رمز الطهارة والوداعة، رمز السلام والبشرى السارة، لحتى بحلول الروح القدس علينا الليلة يملينا من مواهبه الغنية ويساعدنا تنطير مثل هالحمامة فوق مغريات عالمنا والشر الموجود فيه، صوب المسيح إلهنا وحبيبنا، صوب السماء والقداسة. كان هو السراج الموقد المنير، وأنتم أردتم أن تبتهجوا بنوره ساعة. منقدم لك يا رب هالشمعة المضواية يلي بترمز ليوحنا المعمدان، هو يلي كان يضوي الطريق قدامك ويدل الناس عليك. ملئ نديلنا يا رب بذات المحبة والروح القدس تتشعشع قلوبنا بظلمة هالعالم وتنكشف الطرق قدام الناس تتقشع وجهك القدوس. ها أنا معكم طول الأيام حتى انقضاء الدهر. أنت وحدك دايم دايم يا رب معنا من خلال جسدك ودمك لحتى انقضاء الدهر. منقدم لك الخبز والخمر حتى باتحادنا فيك تبقى معنا ويبقى فرحك وحضورك دايم دايم بحياتنا.
أيها رب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك وبناتك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة أبلهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبير الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما طبوية والدة الله مريم ومرمرون ومرلياس ومر يوحنا. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة لشفاء يوسف نعم نهرة. واذكر جميع المشتركين معي في هذا الليل المبارك في هذا القربان. آمين. يا مريم يلي قلتي هالنعم لينا، يا الأحلى بشارة حملتي صفيها والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب له السلام وسيد الأمانة، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع، بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مصباح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، والسلام لكم يا خدام الروح القدوس. لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. يا رب واضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر، وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك
تكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. لنشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين. أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيوم وعودك ضمحة شودي لما بتحيي ساب اللحم بدا وقادي شطو باريخ وقادش وقصو يا بالتلميدة وكدما سابخول من كل خون هونو ديني داو فغرو دين دحلو فيكون وعلو فساقية متقصي ومتياب حصاد حب والحائد العالم علمي. وقانوا عالكوس ودمزقوا من حمر ومن مايو بارخ وقادش ويا بالتلميدة وكدمار سابش داو من كل خون هونو ديني داو ماضي اللي يتق احداتو دحلو فيكون وحلو فساقيه متشهد ومتياب حصاد حب والحائد العالم علمين.
بهذا أوصاهم وحضهم قائلا: كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي. نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والأمان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. ارحمنا اللهم ارحمنا وأرسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. ما أرهبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا الكربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين. استجبنا يا رب استجبنا يا رب استجبنا يا رب وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. كيريا يسوع على بحلوله هذا الخبز جسد المسيح إلهنا ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها وإجسادهم من كل خطية وللحياة الأبدية. منصلي يا رب على نية كل المسؤولين بكنيستنا: مار فرانسيس بابا روما، مار بشارة بطرس بطرقنا، مار كميل مترانا، وكل الإكليروس والرهبان والرهبات اللي نالوا سر العماد حتى يكونوا عم بعيشوا المعنى الحقيقي لمعموديتهم ويدلوا عليك ويهيئوا العالم للقائك. منك يا رب منطلب. يا رب استجب استجب لنا. منصلي على نية كل الأشخاص المعمدين وما عم يعيشوا عمادهم حتى يعرفوا قيمة هالسر اللي نالوه ويتجددوا بإيمانهم. ومنذكر كل شخص محروم من هالنعمة لأسباب اجتماعية حتى يكون عندهم الثقة بأن الرب هو بيدبر أمورهم. منك يا رب مطلوب. يا رب استجب استجب لنا. منصلي على نية كل الأشخاص المسجونين ظلماً حتى يصبروا على هالحالة اللي نحن فيها ويعرفوا إنه الحقيقة رح تظهر لو مهما طال الزمان وكل شخص رح ينال أجر أفعاله. منك يا رب مطلوب. يا رب استجب استجب لنا. منصلي على نية كل عائلة محرومة من نعمة الإنجاب حتى بهالليلة يا رب اللي فيها باب سماك مفتوحة تفيد عليهم روحك وتعطيهم روح التسليم الكامل لمشيئتك تيعرفوا إنك مش ناسيهم وحتعطيهم هالنعمة. منك يا رب المطلوب. يا رب استجب استجب لنا. نحن وعم نذكر موتانا يا رب منخص كل الأشخاص اللي تعمدوا بمعبودية الدم استشهدوا من دون ما ينالوا سر العماد حتى أنت يا رب تغمرهم برحمتك وتخليهم يسكنوا بقرب أبرارك وصديقيك طالبين منك غفران خطايانا وخطاياهم. أكيد بعرف في نوايا كتير مخبية بقلب كل واحد منا خصوصا بهالليل كل واحد عنده أمنية عزيزة على قلبه
كل واحد عنده هيك رجاء فعلا انه بيطلب من ربنا انه يا ريت بحقق له اياه. نطلب من ربنا انه هو يقرا هون، هو بيعرف يفحص القلوب، بيعرف يفحص الخفايا، يقراهم يغطسهم بخمر هالمذبح لحتى فعلا يحقق منهم كل شيء بيعود لخلاصنا، كل شيء بيعود لتقديسنا. فسامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. هيمنان فلبنان. لأنه تبنينا، بنى كل واحد منا، جعلنا فعلا أبناء للملكوت السماوي باستحقات ابنه يسوع والمعمودية اللي عطانا إياها. لذلك نرفع إيدينا كأبناء واسقين ببين، منصلي له الصلاة اللي علمنا إياها، ومنقول أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأن لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. احنوا رؤوسكم أمام الله الرؤوف وأمام مذبحه الغافر وأمام جسد مخلصنا ودمه المحي، لمن يتناوله واقبل البركة من الرب. بارك يا رب الساجدين لك، المنحنين أمامك والضارعين إليك، أهلهم لمراحمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر
ينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاء والقداسة. أب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا.
صلب قلبي تعال إلي بعصف من الأناشيد، وإذا أعمتي شهوة عقلي بالوهم والغبار، تعال إلي أيها الساهر بالبرق والرعود، بالبرق والرعود. يا من تعمدت في ماء الأردن عمدنا بالروح القدس والنار، عمدنا بالروح القدس والنار. عطاياك لا متناهية ويدايا صغيرة أسكب أسكب، فسوف تفنى الأجيال ويبقى في يدي فراغ. يا من تعمدت في ماء الأردن عمدنا بالروح القدس والنار، يا من تعمدت في ماء الأردن عمدنا بالروح القدس والنار.
أنت الذي يعرف أقصى درجاتي صغري، وأنت لا تخاف أن تنزل علي وتنحني. تعال إلى قلبي يا قربانا ألهب بحبك، تعال إلى قلبي فها قلبي يتوق إليك. كم أرجو طيبتك أن تهبني الموت من الحب. يسوع اسمع صرختي واستمع صراخ حنان قلبي. تعال إلى قلبي يا قربانا ألهب بحبك، تعال إلى قلبي فها قلبي يتوق إليك. أيضا وأيضا بك يا رب نعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محبا للبشر ارحمنا، ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم، يا محبا للبشر ارحمنا. نشكرك يا رب لأنك بكل نهار جديد عم تفتح معنا صفحة جديدة نقدر من خلالها نتعرف أكتر عليك وعم حبتك إلنا. نشكرك لأنك غمرنا بحبك ورحمتك من اللحظة اللي فتحنا فيها عيوننا على هالدنيا. نشكرك لأنك أعطيتنا أسرارك حتى نبقى أحياء من خلالها. نشكرك لأنك منحتنا سر العماد اللي جددناه اليوم بقداسنا، وعلى كل ذبيحة قدمت لنا فيها جسدك ودمك بسر الإفخارستية رح نشكرك ونضل نشكرك. أنت وحدك الدايم دايم من هلأ وللأبد، آمين. السلام لجميعكم. يا إله الخير والرب الرحوم والسيد الرؤوف، يا من قبلت قربان هابيل الوديع وذبيحة إبراهيم الخليل وملك صادق الخادم وكل ذبائح الأباء وقرابينهم، ثم قبلت قرابين الرسل والأباء والشهداء والمؤمنين باسمك الذين أرضوك بأعمالهم، هكذا يا رب اقبل برحمتك وتحننك سهرنا وهذه الذبيحة المقدسة التي قدمناها في هذا الليل المبارك، واجعل بها للخطأة غفرانا، للمرضى شفاء، لمنكسري القلوب رجاء، للحزانة عزاء، للموتى راحة، للمسافرين رفيقا، لوطننا لبنان سلاما. ويمين رحمتك تبارك هذه البلاد وهذا الموضع وسكانه المؤمنين باسمك. اصرف عنهم يا رب الأزمنة الرديئة والأحزان الشديدة، ادفع عنهم ما يؤذي أجسادهم وما يهلك نفوسهم، واغفر خطاياي وخطايا هذه الجماعة، ولتصحبنا بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، له المجد إلى الأبد، آمين. دايم دايم.